وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا نشهدك أننا نحبك وما أحببناك إلا بعد إذنك بمحب نفسك وذاتك العلية أن تحبنا، فقد أحسنت معاملتنا فنشكرك ونزداد في حبنا لك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. إن شاء الله بفضل الله الرحمن الرحيم نوفق بهذه الفيديو كما وفقنا فيما سبقها. احنا قلنا نعطي الحق لأهله، حنا ننكر أن بعض القنوات فيها ميزات إيجابية قد تشحذ همم من يدعو الإسلام حتى يرجع إلى ميدان العلم الحقيقي، لأن إذا كان ما عندكش علم ماكش مآل باش تعرف ربي من هو، وماكش مآل باش تستقبل القرآن كما يجب أن يستقبل بكل جد وامتثال، وماكش قادر باش تتبع خطوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذا إيجابي، لا تبخس الناس أشياءهم، احنا متأدبين بأداب الرحمن، حق حق بطل بطل. لكن العيب على كثير من القنوات والإذاعات والمجلات والعنكبوتيات والفيسبوكات هو أنهم قادرين يقتفوا أثر أعداء الله من إنس الوجان، من جماعة الشرق والغرب، من أسفل المخلوقات ومن أسفل الثقافات ومن أسفل القذارات، مش حضارات، قادرين تأخذوا منهم وأنتم لا تعلمون. ونعرفوكم يا توانسة، ذكاكم ساعة يضركم، تمشي تعايش وتضاجع عاهرات وأشباه رجال في أرض الغرب، ولا حتى أنا ولات الحكاية عادية، مالي وقت اللي جاب بورقيبة ولات عادية، ولات شنو الفرق ما بين هنا والغرب اللي مستغرب أمره. بعد ما تعبتوا وتكسبوا شهيد الله أعلم بها كيفاش كسبتوها، بحقها أو بتلعب الأموال ولا بالجنس، وجيوا لنا تعالوا علينا في كتافكم بورو الليلي ميكانيك، شكون يرميكم؟ هم المغفلون، وأغلب الأمة الإسلامية من المغفلين، وهذا علاش ما تمش إسلام حتى الآن على الركح السياسي العالمي، ما تمش إلا بوهرة، حاجة بسيطة كما يقولوا اخواننا المسلمين في كل مكان، جماعات عندما تقول وعندها باش تقاوم وعندها باش تدحض حجج الظالمين اللي ينبعوا نار كل بالمودرنيزم، اللي مش نقولكم تو هام ياسر، وانكم كيف راهو الشحومات اللي عندكم وضرعات بدو تعرف فيهم ذكور وإناث، على روح حق المال اللي شحوم وضرعات كل اللي فيها المسكلوات، يعني العضلات البناءة المنشطة، ويغلب عليها تحت الجلد وفي أعماق الأحشاء وحول الأحشاء الجحوم اللي هي فيول جهنم وبئس المصير. إذا نعرفكم أهلين وزيت بريباري بور لو بارادي نيجاتيف سادير لونفير، وتبداو تسحقوا فينا من طرف خفي، تطعنوا فينا، حنا تطعنوا ما تطعنش، النصر والله والمؤازر هو الله، واللي ما لامش يميزنا عليكم وسلطنا عليكم هو الله، بحيث وانت تقعد تخدم في خدمة زايدة tu défends ces portes ouvertes. Tout a été décidé de la part d'Allah. Si tu continues dans ce chemin-là, ce sera la pure fin pour toi dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Nous savons que vous êtes calme, vous êtes calme, لكن المنطوق اللساني أخطأتم المرمى، وقتها مش توري روحك على الكتاب اللي تتقن الإنجليزية والإسبانية
والصينية ولا اليابانية غاب عنك اللي رسالتك مش واصلة وتدعي انكم كنت اكسبير في الكوميونيكيشن تدعي ولكن ربي عماك وسماك ولهذا ton action elle est contre-productive مش الناس تنفرهم تلو لازم يقول هذا والخامجة دي باش تقول هيا اقلب عليها اقلب عليها الصحة نجيب ما تجيب اعطيني اذان اعطيني ملا تسبيح الرحمن اعطيني نقشة بندي اعطيني عماد رام اعطيني اشبيع المشاري وهلو ما جرت يوملي اعطي يوملي انا فديت سممت طارت الكيف اللي كنت في بالي يكيفني وخليني نزيد نعيش بشيء من السعادة الظاهرة وهي باهتة وربما مقلوبة أعطيني نعيش بهذا الفن الإسلامي فن التوحيد وفن القرآن ويتنزل على أبعاد الرحمن الخالصين وقلوا هل مزيد عرفنا فزدنا معرفة يا ربنا وامتزلت قلوبنا بكلامك العزيز وزدنا طهرا وتطهيرا لأنفسنا ولغيرنا ولما جعل إذن احنا dans un processus thérapeutique positif et toujours en croissance. On tombe dans un processus pathologique qui vous décline et qui vous maltraite et qui vous condamne vers un mauvais destin et une mauvaise sortie. De là, vers une position pire, position tombale, des tombes, de la vie ismique, du jour du jugement, et puis en fin de compte, en fin de course, la vie infernale. Wassalamu alam al-taba al-huda.